اهلا مش اهلا عرفنا. اهلا، ممكن اقول لكم حاجه مهمه؟ بليز. اوكي. ايوه. الضربات في حياتنا كتير، بس اهمهم ايه يا هاله؟ اهمهم ايه يا ميار؟ اهمهم ضربه البدايه. التحدي بتاعنا بيبتدي بضربة البداية، ثلاث أسئلة، السؤال الأول والتاني بخمس نقط والتالت بخمستاشر نقطة. السؤال الأول بيكون للستات والتاني للرجالة اللي منوريننا، والتالت بقى بيجي للعزول اللي انتوا نقيتوه، وده بياخد خمستاشر درجة. جاهزين؟ خايفين. جاهزين؟ جاهزين. أوكي؟ يلا بينا. يلا، الضربة الأولى. أكمل المثل التالي. مسيرك يا ملوخية تيجي عند هالة. دي سهلة، تحت المخرطة. ادوها خمس مخارج. عادي 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 عادي، خلي ايديك على ال مش مشكلة مش مشكلة. بشكركم جدا يا هوانم، ادونا رولاند وادونا محمد. عمال تنصحها وتقول لها خلي ايدك على الجرس، وفي الاخر انا سؤال قلشت منها. مش عارف، مش عارف اللي هيحصل. طب ما نشوف انت بقى، هتعرف ولا مش هتعرف؟ لا ان شاء الله. بس والنبي يا جماعه، عشان احنا مغيرين تسع جرزات لغايه دلوقتي، ف خليكم حنينين. الله يخليكم. ماشي. الشباب جاهزين؟ جاهزين جدا. جاهزين؟ يلا. الضربه الثانيه. مين اللي قال ومن فيلم ايه؟ ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ أحمد سعد الممثل. كمل إجابتك كلها. أحمد سعد الممثل في فيلم قطاطة، لما كان مسافر برا و... لا، أنت هتحكي لي فيلم. إجابة غلط. رولاند، عندك إجابة؟ لا، ما عندكش إجابة. يبقى إذن نتيجة التحدي ده صفر، والإجابة هي محمد سعد من فيلم عوكل. بشكركم جدا، شكرا جزيلا. ادونا ميشيل وادونا ندى. بصوا بقى، التحدي اللي جاي ب 15 نقطة، يا هتطيرهم لل 20 يا هتخليهم يعدوا من الصفر دوت. جاهزين؟ جاهزين. العوازيل جاهزين؟ خير إن شاء الله. الضربة الثالثة. ركزوا معايا، ركزوا معايا أنا. الأفيش اللي هيظهر فوق ده فيلم إيه؟ ثلاثة، اتنين، واحد. راحت عليكي. عندك إجابة؟ لا، مش عارف. مفيش إجابة. الفقرة دي انتهت للأسف بالخسارة، والإجابة هي شد أجزاء. ونتيجة تحدي ضربة البداية فاز فريق رولاند وهالة وميشيل بخمس نقط، وللأسف محمد وميار وندى زيرو. كده كل الأسئلة هتبتدي من عند رولاند وهالة وميشيل. تحدياتنا لسه مكملة، وبعد الفاصل هنرجع وتحدي جديد من تحدي لا. اللي حصل في ضربة البداية ان كان لازم ان انا ابقى مقربة ايدي من الجرس اقرب من كده، يعني خدت وقت على بين ما عملتها. الأسئلة كانت سهلة، بس كانت الخضة عشان لسه في الأول ما جاوبناش أحسن حاجة. في الأول جاب لي حاجة أنا ما كنتش شفتها قبل كده لمحمد رمضان، وأنا نسيت ساعتها كل أفلام محمد رمضان، ما عرفتش حتى أهبط في حاجة. ضربة البداية ما توفقناش قوي، إنه الفيلم اللي جاي أنا ما كنتش عارفه أو ما اتفرجتش عليه، بتاع محمد رمضان. لا، هو شوية توتر كده خفيف لغاية لما سخنت، ويعني الحمد لله ظبطت في الآخر. أنا بحب الأمثال جدا، ومثل ده دمه خفيف جدا على قلبي، بحبه قوي. مسيرك يا ملوخية تيجي تحت المخرطة كان لذيذ، ودمه خفيف وسهل ويبني على طول يعني. هذا البرنامج برعايه